بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى خلقنا وهو غني عنا، وقد شرف هذا الجنس البشرية بكثير من أنواع التشريف وكرمه بأنواع التكريم، فخلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكرم ذريته بعد بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد أنعم الله علينا في هذه الأمة بنعمة لم ينعم بها على من سبقنا من الأمم، فاختار لنا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب وشرع لنا خير شرائع الدين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وكل هذا التكريم لا بد في مقابله من تكليف، لأن التكليف على قدر التشريف. فلذلك كان هذا الجنس البشري بين صنفين: صنف أسمى منه وهو الملائكة، وصنف أدنى منه وهو الحيوان البهيمي. فالصنف الأسمى وهو الملائكة محضهم الله لطاعته وعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات. والصنف الأدنى هو الحيوان البهيمي، كلفه الله بالتكاليف، لم يكلفه الله بالتكاليف وسلط عليه الشهوات. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي. ولذلك قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلهذا يحتاج الإنسان إلى أن يعرف أنه كائن شريف على الله تعالى كريم، وأنه لم يخلق لما خلق له سائر الحيوان. فإن كثيرا من الناس لا يعرف ذلك، فيظن أنه خلق من أجل جمع الرزق كأنواع الحيوانات الأخرى، فيشتغل طيلة عمره في جمع الأرزاق، وهذه مهنة وحرفة تتقنها النملة وتتقنها الفأرة، والإنسان مشرف عنها ومكرم، فقد ضمن الله له الرزق وكلفه بأداء العبادة التي من أجلها خلقه. وإنما تقويم الإنسان وشرفه باعتبار ما يؤديه من هذه الحكمة التي من أجلها خلق. فهذا الجهاز مثلا صنع من أجل التسجيل، فإذا لم تكن فيه هذه المصلحة لم تكن له قيمة ولم يشتريه أحد. والإنسان خلق من أجل عبادة الله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا لم يقم بهذه الحكمة التي من أجلها خلق، فإنه لا قيمة له ولا نفع فيه. ومن هنا فإن كثيرا من الذين نراهم يمشون على أرجلهم على هذه الأرض، وأشكالهم أشكال البشر، ويتكلمون بلغة البشر، إنما هم من أمثال البهائم، لأنهم ما عرفوا ما من أجله خلقوا، ولم يتجهوا إلى ذلك، ولم يدر أمره بخلد أحد منهم، فلذلك غفلوا عن أنفسهم ونسوا الله تعالى فنسيهم. لم يرد الله بهم الخير حين لم ينبههم على الحكمة التي من أجلها خلقوا، فهم مقبلون مدبرون في معصية الله سبحانه وتعالى، لا يبالون باله، ويستمرون طيلة أعمارهم في الانشغال بما لم يخلقوا من أجله. وهذا دليل على أن الله لا يقدرهم ولا ينزلهم بالمكان الشريف عنده، فإن الله تعالى يصرف الذين لا يرتضي خدمتهم عن عبادته. كل من لا يرتضي الله خدمته يحول بينه وبين الطاعة والعبادة، فيسلطه على نفسه ويتبعه هواه، ويجعله كالبهائم تعيش وهي لا تدري لماذا تعيش. والإنسان شرف بهذا العقل ليعلم أنه ما شاوره الله على صورة خلقته، هل يكون طويلا أو يكون قصيرا، هل يكون أبيض أو يكون أسود، هل يكون ذكيا أو يكون غبيا، هل يكون ذكرا أو يكون أنثى، هذه أمور ما شاوره الله عليها.
وقد قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، وقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كان الإنسان خلق من دون مشورته وقدر له عمره وكتب أجله وقدر له رزقه وكتب عليه ما يصيبه من الأمراض والأعراض وقدر كل ما يفكر فيه وخطط له كل ما هو بحاجة إليه، فينبغي أن يعرف أنه ليس كسائر الحيوانات، ولا بد أن يراجع عقله هذا الذي شرف به حتى يعرف لماذا أتى إلى هذا الوجود، ولماذا هو موجود في هذه الحياة الدنيا، ولماذا جعل الله هذه الحياة الدنيا مجرد مرحلة من مراحل سير الإنسان يمر بها مرورا سريعا ثم بعدها ينطلق إلى الدار الآخرة وينساه أهل الدنيا كأنه لم يمر بها. يمر فيمضي عليه سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو عشر أو خمسين سنة، ثم بعد ذلك يكون من أهل الآخرة، وبعد سنين قليلة إذا وصلت إلى قدر عمره فهذا شيء عظيم ينسى ولا يتذكره أحد. كم هم أولئك الذين عمروا الدنيا أكثر مما عمرناها، وملكوا منها أكثر مما ملكنا، وتصرفوا فيها أكثر مما تصرفنا، وقد نسيهم الناس. عصر نوح عليه السلام كم تعدون فيه من البشر غير نوح عليه السلام؟ هل تعدون أحدا سواه؟ من دونه في عصر إبراهيم كم تعدون من أسماء الخلائق؟ حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه وصلت أعدادهم إلى 120,000، والذين رووا الحديث منهم يصلون إلى 8,000 صحابي، لكن من يستطيع عد 1,000 منهم الآن؟ يعتبر من كبار العلماء. فلذلك يعلم أن كل من عاش في هذه الحياة فهو إلى النسيان بانتقاله منها، ومدة بقائه فيها محصورة يسيرة، وقد جعل الله له 5 أعمار وجعلها متفاوتة تفاوتا عظيما. فالعمر الأول عمر الإنسان حينما أخرجه الله من ظهر آدم في حياة آدم، فإن الله تعالى جاء بآدم إلى بطن نعمان وهو وادي عرفة فمسح ظهره فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون فناداهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فنحن جميعا قد دخلنا إلى الوجود في حياة آدم عليه السلام، وسألنا ربنا فأجبناه، قال ألست بربكم؟ فقلنا جميعا بلى، ما منا أحد يعيش على هذه الأرض إلا وقد قال بلى جوابا لرب العزة في ذلك العالم الأول. ثم بعد ذلك أخذ الله علينا العهد أن نعبده وأن لا نعبد الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك فإن هذا العهد الذي أخذ الله علينا مطلوب من كل إنسان منا أن يجدده، فله موسم سنوي يجدد فيه وهو الوقوف بعرفة في نفس المكان الذي مسح الله فيه ظهر آدم. يجتمع الناس في اليوم 9 من شهر ذي الحجة فيقفون لله سبحانه وتعالى مجددين لذلك العهد مقرين بتوحيده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والتجديد الثاني هو التجديد اليومي، فقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كل إنسان منا في كل يوم وليلة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو سيد الاستغفار، من قاله في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قاله في ليلة فمات فيها دخل الجنة. وهذا الذكر العظيم هو تجديد لهذا العهد مع الله، ولذلك تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وتقول المرأة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنا على عهدك هو هذا العهد الذي أخذ علينا في عالم الذر، ووعدك وهو وعده لمن مات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ما استطعت. فالإنسان عرضة للانحراف عن هذا العهد والوعد لكثرة ما يحيط به من الملهيات والمشغلات. أعوذ بك من شر ما صنعت، فالإنسان يعلم أنه فرط في جنب الله وعصى وبالغ في المعصية وابتعد كثيرا عن منهج الله وعن طريقه، وكل ذلك يقر به، فلذلك يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء أي يقر لك بنعمتك علي فأعترف بها، وأبوء بذنبي أي أعترف به وأعلم أنني أستحق العقوبة في مقابله، لكنني أرجو المغفرة منك، فلذلك يقول وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا العمر الأول استمرت فيه حياتنا في تلك الحياة العجيبة منذ أخرجنا من ظهر آدم إلى أن يدخل الجنين في بطن أمه عند نفخ الروح فيه، يؤتى بروحه من السماء الدنيا فتنفخ في جسده وهو في بطن أمه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما أتى السماء الدنيا وجد فيها آدم عليه السلام، وإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة التي إذا نظر آدم فيها قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى؟ فقال نسم بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرتهم، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرتهم. فتلك الأسودة هي نسمات بني آدم، وهي محبوسة عند آدم في السماء الدنيا، وينزل منها الأرواح كل يوم، في كل يوم من الأيام ينزل من السماء الدنيا عدد ما ينفخ فيه الروح من الأجنة من تلك الأرواح، سواء منها من كان من أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاء. وهذا العمر الطويل ليس فيه تكليف إلا بالتوحيد، وقد بقي معنا منه أمران. الأمر الأول الفطرة، فالإنسان مفطور على العبودية. لو ولد إنسان في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقه أحد من الناس فعقل، فلا بد أن يبحث عن شيء يعبده، لا يمكن أن يدعي أنه رب أو أنه مستغن عن الدين، بل سيبحث عن دين، وسيبحث عن ما يحل له وما يحرم، وعن ما ينفعه وما يضره، لأنه مفطور على ذلك. ولذلك تجدون الصغار يسألون عن الحلال والحرام، ويسألون عن النافع والضار، وسبب ذلك هو الفطرة التي سبقت العقل. وهذه الفطرة فطر الله البشر جميعا عليها، كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فإذا عرف الإنسان ربه وهدي إليه عبده، وإذا لم يعرفه بحث عن شيء يعبده سواه، فسيعبد حجرا أو شجرا أو صنما أو غير ذلك من أنواع ما يعبد من دون الله. والأمر الثاني الذي بقي معنا من هذا العمر الأول هو التعارف. فما من إنسان في هذه الحياة إلا وسيجد بعض الناس بينه وبينهم علاقة روحية لا يدري من أين اكتسبها. ولذلك فنحن الآن نجلس في هذا المكان، وكثير منا لا يعرف اسم الآخر وما لقيه من قبل، لكن جمعنا الله في هذا الصعيد في هذه الساعة، وكان قد قدر ذلك وكتبه قبل خلق آدم. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق الكون، وكتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه، ثم كتبها في هذه السنة أنها ستكون في هذه الساعة بهذا العدد، ثم قدرها الآن فقضاها على نحو ما سبق في علمه دون أي تغيير. ولذلك فما يقع بيننا من التعارف، فيجد الإنسان نفسه مائلة إلى بعض الأفراد كأنه يعرفهم من قبل، وكأن بينه وبينهم سابق عهد، وما عرفهم من قبل. هذا من آثار ذلك العالم الأول، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
فالذي حصلت بينه المعرفة في عالم الذر يتعارف الآن فيقع بينه الألفة. فمن الناس من تقع عينه على لون من الألوان أو قامة من القامات أو شكل من الأشكال فيحب من كان مصبوبا في هذا القالب من البشر جميعا، وعكسه يقع لآخرين. فكل ذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره. والعمر الثاني هو عمرنا فوق هذه الأرض، وهو أقصر الأعمار، ومدة بقاء الإنسان فيه كمدة بقائه تحت ظل الشجرة ينتظر الزوال، فيمكث ما قدر الله له من الليالي والأيام، وهي محصورة يسيرة يغتر بها الإنسان ما دام في أثنائها، لكن عند نهايتها يتوقع أنه لم يعش إلا وقتا يسيرا. ولذلك هل رأيتم قط من عاش سليما صحيحا تام الأعضاء لا يشكو مرضا وهو مع ذلك يتمنى الموت ويريد الخروج من هذه الدار؟ أبدا لا تجدونه، لأن الإنسان مهما طالت لياليه وأيامه فهي قصيرة قليلة لديه. ولهذا قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فمدة بقاء الإنسان في هذا العمر الدنيوي هي مدة التكليف، وهي بمثابة وقت الامتحان، فقد استلم قلمه وورقته وبدأ في حل الأسئلة، وستسحب عندما يحين أجله فترفع صحائفه إلى الله تعالى، ثم يقوم بتقويم العدل الذي ليس فيه ظلم ولا وكس ولا شطط، وحينئذ ينال ما يستحقه من الجزاء ولا يمكن أن يظلم شيئا. ثم بعد هذا العمر الثالث هو عمر الإنسان في البرزخ تحت الأرض، وهو القيامة الصغرى، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. وهذا العمر الذي هو تحت الأرض طويل جدا، أطول بأضعاف مضاعفة من عمر الإنسان فوق الأرض. ولذلك فإن آباءنا عاشوا فوق هذه الأرض ما عاشوا، فمنهم من عاش 50 ومنهم من عاش 60 ومنهم من عاش 70 ومنهم من عاش 100، لكن مكثوا تحت الأرض آلاف السنين. ولننظر إلى عمر نوح، نعلم أنه قطعا عاش فوق الأرض أكثر من 1000 سنة، ومع ذلك مضى عليه وهو تحت الأرض آلاف السنين التي لا يعلمها إلا الله. فالعمر البرزخي مدته طويلة جدا، وبالأخص أن فيه كثيرا من الانشغالات التي لا تقطر للإنسان على بال. فالإنسان يقف على المقبرة فيرى القبور متساوية فيها رتابة وهدوء وسكوت وسكون، لكن هيهات هيهات، فهي إما أن تكون رياضا من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرا من حفر النار، وظاهرها لا يبين شيئا من حقيقتها. إذا صعدنا على هذا التل ورأينا المقبرة التي عليه، ونحن نعرف كثيرا من الذين دفنوا فيها، وكثير منا له أقارب دفنوا فيها، فنحن نراها وكأن الذي قبر البارحة مثل الذي قبر قبل 30 سنة أو 40 سنة. اداركوا هنالك جميعا، فاستوى كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وصحيحهم وسقيمهم، انقطعت أخبارهم جميعا، وكأن من دفن منهم الليلة كالذي دفن قبل 1000 عام. حالهم وما يصل إلينا من أخبارهم ليس فيه أي فرق ولا أي تفاوت. ولهذا فإن الإنسان بمجرد الذهاب إلى ذلك العمر يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ينكشف للإنسان من الأسرار والغيوب والأمور العظيمة العجيبة ما لا يمكن أن يخطر له على بال. وإذا أراد الإنسان التفكير في مثال وإن كان لا يؤدي حقيقة ذلك، فليفكر لو أنه طرح فجأة في أرض الصين مثلا وهو لا يعرف كلمة من لغتهم، فجاء فجأة وقد كان هنا في الحر الشديد، فجاء إلى البرد الشديد، وجاء إلى قوم لا يعرف لهم لغة ولا يعرف مساكنهم ولا يعرف أنماط معاشهم ولا هيئة ملابسهم، ولا يستطيع التفريق بين الكبير منهم والصغير. أليس هذا سيكون عجيبا لديه جدا؟ وبالأخص إذا كان خرج في نومته هنا نام،
ووضع في الصين فجأة. كذلك الإنسان فإن موته هو بمثابة نومه، ثم يستيقظ بين أهل القبور ويرى ذلك العالم الآخر العجيب الذي أول ما يواجهه في ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعدها سؤال منكر ونكير يقعدانه فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاهن هاه لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فجواب الملكين للمؤمن يقولان له قد علمنا إن كنت لموقنا نم نومة عروس. وجوابهما للمنافق يقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بين فوديه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها. جميع الحجاج لو اجتمعوا عليها ما أقلوها أي لم استطاعوا حملها. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، وحينئذ يكشف عنه الحجاب فيزول ما كان من الغشاوة على عينيه فيرى الأمور على حقيقتها. فنحن الآن ينكشف لنا الغيب عن العجائب. إذا تذكر الإنسان قبل 10 سنوات بماذا كان يفكر؟ ليفكر كل واحد منا في صورته إذا وقف الآن أمام المرآة وصورته قبل 10 سنوات، ليفكر في حاله أيضا بعد 10 سنوات لو مد في عمره، ليفكر فيما تجدد في حياته من الوقائع والأمور وما حصل له من العلاقات وما انفصم عنه من الأحباب وما انفصل عنه من الأقارب. سيجد أمورا ينكشف عنها الغيب لو عرفها الإنسان قبل أن تكون لتصرف تصرفا آخر، كما قال الشاعر قل للشباب إذا مررت بحيه ولقيتهم ولقيته في منزلي، لو كنت أعلم أن آخر عهدهم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. فالإنسان لو عرف ما تؤول إليه الأمور قبل أن تؤول إليه لكان له تدبير آخر، ولكن هذا مما أخفاه الله ولا يطلع عليه الإنسان إلا بعد كينونته وحصوله. فكذلك حال الإنسان في البرزخ ينكشف له من الأمور ما لم يكن يخطر له على بال. ولهذا قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينكشف عن الإنسان ما كان على عينيه من الغشاوة والغطاء فيظهر له من الأمور ما لم يكن يتصوره بوجه من الوجوه. ثم بعد ذلك العمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر، وهو كذلك عمر مديد طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وبالأخص لكثرة ما فيه من الانشغالات. فالإنسان في الأعمار السابقة يقوم ويجلس ويضطجع وينام وهو في قبره مضطجع، وكثير من الأحداث التي تمر عليه فيها تبادل، لكن في الحياة فوق الساهرة في المحشر رتابة وهدوء، والأمر كما هو في الإنسان قائم كما خلق، يأتي حافيا عاريا أغرل ليس معه إلا عمله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهو في ذلك الموقف لا يستطيع تحريك رجله ولا أن يلتفت يمينا ولا شمالا. وهذه الساهرة أرض صغيرة جدا، إذا وقف الواقف على طرفها رأى طرفها الآخر، ومع ذلك يجتمع فيها الخلائق من لدن آدم إلى نهايتهم بتلك الصورة العجيبة، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويشتد بهم العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا. ثم بعد ذلك يعلو فوقها، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ويطول هذا الموقف
طولا غير معتاد، ليس فيه ليل ولا نهار ولا تبادل ساعات ولا ما يزيل عن الإنسان الكرب الذي هو فيه. فالإنسان في هذه الحياة حتى لو كرب بمرض أو مصيبة من المصائب، فالليل ينفس عنه إذا كانت مصيبته في النهار، والنهار ينفس عنه إذا كانت مصيبته في الليل، وتبادل الساعات فيه تبادل للأجواء وتبادل للطقس وتغير لحالة الحرارة، وهذه أمور لا تتغير في الموقف فوق الساهرة. وأشد ذلك أنهم في طول موقفهم يؤتى بجهنم وهم يرونها يركب بعضها بعضا وهي تجرها الملائكة من كل جهة حتى تحيط بالناس من جميع الجهات، يجرونها جرا ولها 70,000 زمام، وكل زمام يجذبه 70,000 ملك، 4,900,000,000,000 من الملائكة الكرام العظام يجرون النار جرا، والناس يرونها وهي شديدة السواد واللهب يركب بعضها بعضا ويحطمه، وهم يسمعون تغيظها وزفيرها وأصواتها المرعبة المروعة، وبعض الناس يصل إليه من دخانها، وبعضهم يصل إليه من حرها، وبعضهم يصل إليه من بردها، وبعضهم يصل إليه من رائحتها ونتنها، نسأل الله السلامة والعافية. وبذلك يطول عليهم هذا، فيظنون أنهم لا يمكن أن يجدوا ما هو أشد من هذا الحال، حتى يتمنون الخروج إما إلى جنة وإما إلى نار. وبعد ذلك العمر الخامس، وهو عمر الإنسان الأبدي السرمدي، إما في جنة وإما في نار. عمر إن كان في الجنة ففيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيه الخلود والرضا، وفيه النظر إلى وجه الله الكريم، وفيه من المنازل العالية والخير الذي لا انقطاع له، ما لا يمكن أن يخطر على قلب أحد. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن كانت الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية، فالعيش في النار حدث ولا حرج عنه، لا يسأل أحد عنه، ففيها من أنواع المذلة والهوان والشقاء والآلام والكدر ما لا يمكن أن يخطر على بال. وأعظم ما فيها من الكدر أنهم محجوبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلما توقعوا خروجا إذا نضجت جلودهم وسقطت، وتوقعوا الخروج إذا هم يبدأون حياتهم من جديد، إذا أرادوا الخروج منها وصعدوا في سلالمها وأذن لهم بذلك، إذا وصلوا إلى آخر درجة من السلم أعيدوا إلى قعرها. فيمكث أحدهم آلاف السنين وهو يصعد في ذلك السلم يؤمل أن يخرج، ثم يعود أدراجه كأنه لم يبدأ، وتكبر أجسامهم وتضخم حتى ينالوا حظهم من العذاب. فمجلس أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، 416 كيلو قدر مقعد أحدهم في النار، وضرس أحدهم في النار كجبل أحد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقدامهم في النار في السلاسل السود كالجبال السود المتراكمة، نسأل الله السلامة والعافية. وشرابهم فيها هو الماء الحميم الذي إذا شربوه انصهرت به الأمعاء فذابت فتكون ماء معه، وأكلهم فيها من الزقوم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وهم في ذلك لا ترويح عندهم إلا من عذاب إلى ما هو أشد منه. إذا أخرجوا من الحر الشديد والجحيم أدخلوا في الزمهرير والبرد الشديد، وإذا أخرجوا من ذلك ليأكلوا كان أكلهم أشد مما كانوا فيه، وإذا أخرجوا من ذلك ليشربوا كان شربهم أشد مما كانوا فيه، وإذا عادت إليهم جلودهم من جديد كان الألم أشد، كل جلد يتجدد يكون الألم معه أشد مما كان مع الجلد السابق، نسأل الله السلامة والعافية. وهم بذلك في هذا الهوان الدائم والمذلة لا يمكن أن يجدوا أي رحمة، نسأل الله السلامة والعافية، لا يجدون هواء باردا ولا نسيما ولا نظرة ولا كلمة فيها سرور، ولا يجدون راحة من أي وجه من الوجوه، ومع ذلك لا يرجون الخروج منها، يمكثون 40 سنة وهم ينادون مالك خازن النار، يقولون يا مالك نضجت منا الجلود
يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. وهم ينتظرون جوابه 40 سنة حتى إذا مكثوا 40 سنة قال بعد ذلك إنكم ماكثون. هذا جوابه إنكم ماكثون، فيبدأون عمرا جديدا. ولا يكلمهم الله كلام رحمة، بل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عرف الإنسان أن العمر الأخير الذي هو عمر الخلود والبقاء والدوام إما في جنة أو في نار هو مرتب على هذا العمر الدنيوي القصير، فعليه أن يبادر لاستغلال هذا العمر قبل فواته، فإن هذا العمر ينقضي بالأيام والليالي، وآثار ذلك على الإنسان بادية، ما يتجدد من الشيب وما يتجدد من الضعف وما يتجدد من نقص السمع وما يتجدد من نقص البصر وما يتجدد من نقص العقل وما يتجدد من نقص النشاط وما يتجدد من نقص الأكل والشرب وما يتجدد كذلك من العوارض والأمراض، كل هذا موذن بالزوال والانتقال عن هذه الدار. وإذا أحس الإنسان بذلك عليه أن يستغل هذا العمر للنجاة في ذلك العمر الطويل الأخروي. وبالأخص إذا كان الإنسان صاحب غيره ويعلم أنه لو شرف أي إنسان من حتى من أقاربه، لو أن أختا من الأخوات الآن شرفت عليها أختها شقيقتها فمدحت وأثني عليها وشرفت وكرمت وأعطيت الجوائز، فإنها ستغار منها. فكذلك الإنسان يوم القيامة عندما يرى آخر كان أضعف منه جسما وأقل منه مكانة وأقل منه مالا وأقل منه ولدا وأضعف منه حالا، ولكنه صرف ما أوتي من الخير في مرضاة الله، فكان من الفائزين يوم القيامة فجاء بحسنات تقبلها الله فضاعفها، فبارك الله له في تلك الحسنات فجعلها بأضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم بعد ذلك بيض الله وجهه فكان يسير في النور مسيرة 500 عام، وآتاه الله كتابه بيمينه تلقاء وجهه وجعله من أهل الجنة. لا شك أن الإنسان إذا كان من المفرطين سيغار من هذا الإنسان الذي كان مثله. فالبشر جميعا حالهم متقارب، لكل إنسان منهم عينان وأذنان ويدان ورجلان، فحالهم متقارب. فلماذا يكون بعض الناس من المستغلين لما آتاه الله من الفرص من الفائزين، ويكون آخرون من المغبونين الذين لم ينتفعوا بما أوتوا وقامت عليهم الحجة به، فيقول الله لهم يوم القيامة في النار أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إننا لا شك نضيع كثيرا من الفرص ونضيع كثيرا من أعمالنا هذه السريعة. فلو نظر الإنسان، لو فكر في مثل هذا الوقت من العام الماضي عام 2003 في مثل هذا اليوم مثلا يوم 5 من الشهر السابع مثلا من عام 2003، أليس كان وقتا قريبا جدا؟ والأيام التي مضت بعده وقت ضئيل جدا ويسير، لكنه عام كامل بمثابة عمر مضى فيه 365 يوما، ولا يمكن أن تعرض إلا عند العرض أمام الميزان بين يدي الله. وكذلك إذا عاش الإنسان عاما آخر فهو أسرع من العام السابق، فالزمان في كل عام تنتقص بركته وينتزع منه، فيكون أسرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يتقارب فيها الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاشتعال السعفة. فهذه السرعة الهائلة اليوم نشهدها بوسائلنا وآلاتنا، فالسيارات الآن أسرع من مراكب الماضين، أسرع من مراكب أجدادنا، والطائرات أسرع، والاتصالات تصلك بمن في طوكيو وتتصل به الآن وأنت جالس هنا في نفس الثانية يسمع صوتك. فهذه السرعة الهائلة التي في زماننا هذا موذنة بسرعة الانتقال من هذه الدار، ولذلك علينا أن نبادر البدار لما ينجينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم
أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لنا أسباب الهداية وأنعم علينا بأنواع النعم، وكل ما نرغب فيه وكل ما نطلبه من المصالح لا ينافي شرع الله، فما يسر الله لنا من الحلال هو خير مما منع علينا من الحرام. ومن هنا فيستطيع الإنسان أن يصل إلى مبتغاه وأن يحقق آماله وآرابه مما أحل الله له، وبذلك يكون ناجيا يوم القيامة، ويترك ما حرم الله عليه، لأن ما حرم عليه فيه الضرر الماحق به في هذه الحياة، وفيه الضرر الماحق به في البرزخ، وفيه الضرر الماحق به في الموقف فوق الساهرة، وفيه الضرر الماحق به في يوم القيامة في العمر الأخير. ثم إن علينا إخواني وأخواتي أن نتذكر أن وقتنا هذا الذي نحن فيه هو آخر هذه الدنيا، فالدنيا مضت فيها القرون وجاء فيها الأنبياء وجاءت فيها الأمم وجربت فيها التجارب، وآخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة مضت منها القرون، فقد مضى منها 14 قرنا، فنحن الآن في آخرها. إذا بقي قرن أو قرنان أو ثلاثة بعد الذي نحن فيه فهذا شيء كثير من الدنيا، ومع ذلك فالقرن من زماننا هذا لا يساوي شيئا من القرون السابقة، فهو لا يشترك مع القرن السابق إلا في العدد مثل سعر العملة. فالفؤوقية الآن هل كانت تساوي مثلا ما يقابلها قبل 20 سنة مثلا؟ فكذلك الأعمار، فأعمارنا الآن حتى لو عاش أحدنا 50 سنة لا تساوي 50 سنة لو عاشها جده الثالث أو الرابع. وبذلك ندرك أن وقتنا هذا هو وقت السرعة، وليس فيه مجال أبدا للإفساد، فما كان الإنسان يتخيله من أن لديه فرصة لأن يفسد في شبابه ثم يتوب بعد هذا، أو أنه سيكون الآن من أتباع الهوى ويعمل ما زينت له نفسه، ثم بعد ذلك إذا اقترب أجله أو إذا شاب تاب ورجع إلى الله تعالى، من يضمن له أنه يبلغ ذلك؟ ألسنا كل يوم نشهد الذين يموتون إما بالأمراض وإما بحوادث السير وإما بالغرق وإما أن يموتوا فجأة من غير مرض؟ أليس يموت من هو أكبر منا ومن هو أصغر ومن هو معاصر لنا ومن هو دوننا؟ كل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة لا يرجعون إلا عند المحشر. وإذا كان الحال كذلك فلنعلم أننا قطعا على آثارهم. ومن هنا فالوقت ضيق جدا، ليست فيه فرصة للانتظار، لا يمكن أن يقول إنسان أنا سأنتظر والعام القادم إن شاء الله سيكون فيه من الصالحين، أو العام الذي بعده سأغير حياتي، وما يدريك لعلك قد كتب أجلك في هذا العام، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالذين ماتوا في هذه الأيام لم يكن أحد منهم يعلم أنه من موتى هذا العام، لم يكن أحد منهم يقدر ذلك، ولهذا فنحن جميعا سائرون على آثارهم. وإذا كان الحال كذلك فعلينا أن لا نغتر بالتسويف وطول الأمل، لا بد أن يتذكر كل إنسان منا أنه في هذا العمر القصير فتح عليه 5 جبهات وهو يجاهد للنجاة أمام هذه الجبهات جميعا. والإنسان الذي هو في معركة قد فتحت عليه الجبهات من كل جانب وهو يتعرض لإطلاق الرصاص، عليه أن ينتبه لنفسه انتباها عظيما. وهذه الجبهات 5، أولها جبهة الشيطان، وذلك لأنه يأتي من كل الجهات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس، وقد بين الله أن تلك اليمين صدقت في أكثر الناس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فيمينه صدقت على أكثر البشر، وجبهته جبهة ذات خطورة عظيمة، لأنه يسعى بالإنسان أولا إلى الكفر، إلى أن يوقعه في الكفر فيشككه في ربه الذي خلقه وأنعم عليه، يشككه
في رسوله الذي اختير له، يشككه في القرآن الذي عجز الخلائق أن يأتوا بسورة من مثله، يشككه في البعث بعد الموت وهو يرى علامات ذلك بارزة كما يرى الشمس تغرب ثم تطلع من الغد، ويرى الأرض تيبس وتمحل ثم يأتي المطر فتنبت من جديد، وكل ذلك من علامات البعث بعد الموت، فيشككه في هذه الأمور. فإذا لم يشك في شيء منها وكان اعتقاده صحيحا حاول معه الوقوع في الكبائر والفواحش، فإن عجز عن ذلك حاول معه ترك الواجبات، فإن عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في الانشغال ببعض الواجبات عن بعض، فإن عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في الصغائر، فإن عجز عن ذلك حاول معه ترك السنن، فإن عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في المكروهات، فإن عجز عن ذلك حاول معه الاشتغال بخلاف الأولى، فإن عجز عن ذلك حاول معه الإعجاب بنفسه، فإن عجز عن ذلك حاول معه احتقار نفسه وازدراءها. فهو عدو للإنسان عداوة حقيقية، وهو يسعى لإضلاله وإغوائه بكل الوسائل، ويتخذ لذلك كثيرا من الأمور. هذه الأمور منها أولا تحبيبه الشهوات للإنسان، فإذا عجز عن هذه الجبهة ولم يكن الإنسان من الذين يتبعون الشهوات صب عليه جند الشبهات، فهذان الجندان هما طاقة إبليس، إما الشهوات وإما الشبهات. ثم بعد هذا الجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء، وهي أقرب عدو إليك، ودليل عداوتها لك أنها دليل عداوة نفسك لك أنها لا ترضى منك إلا أن تكون من المطففين، تريد منك أن تأخذ كل حقوقك من الآخرين، وتريد منك أن تنقص حقوق الآخرين ما استطعت. هذا دليل عداوتها لك. كل إنسان يريد من أهله أن يبروه غاية البرور وأن يؤدوا إليه كل الحقوق، لكن لا يريد هو أن يؤدي إليه كل حقوقه، حاول الانتقاص. حقوق الوالدين مثلا حاول الإنسان النقص منها، لكن يريد أن ينال منهم كل الحقوق، ولو آثروا عليه أخاه الذي هو أبر منه لغضب غضبا شديدا. والزوجة كذلك، لو لم تبره أو نقص برها به مقارنة مع بر زوجة أخرى لزوج آخر لغضب غضبا شديدا، لأنه يريد كل حقه. وكذلك العكس أيضا، الزوجة إذا لم يؤدي إليها الزوج كل حقوقها في المقارنة مع إنسان آخر لغضبت وظن أن هذا احتقار وانتهان، وظنت أن هذا احتقار وانتهان. وهذا إنما هو من عمل النفس الأمارة بالسوء، لأنها تريد من الإنسان أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ويحاول انتقاص حقوق الآخرين. وكذلك في المعاملات كلها، حتى في المعاملة مع الله يحاول الشيطان مع الإنسان، تحاول النفس مع الإنسان أن يكون من المطففين، أن ينام أكثر الليل، وإذا استيقظ وصلى ركعتين أو خمس ركعات أو سبع ركعات كان هذا شيئا كبيرا على النفس، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك إذا قرأ حزبا من القرآن كان هذا أمرا عظيما على النفس ثقيلا عليها، وإذا تصدق بصدقة مما أنعم الله به عليه وقد خصه الله به وحرمه كثيرا من سواه شكرا لنعمة الله عليه، جعلت النفس له هذا شيئا عظيما وبدأت تذكره به وتندمه عليه. ودليل ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف بخله مع الله عليه أن يراجع ميزانيته الشهرية، فإذا تذكر أنه في هذا الشهر مثلا أنفق 8 ملايين أوقية أو 9 ملايين أوقية أو 5 ملايين أو 1,000,000 واحد، لن يقع في خاطره منها إلا ما أنفق في قربة لوجه الله، هذا أول ما يخطر على قلبه، كأنه لم ينفق شيئا باطلا، وكأنه لم يتلف شيئا في غير طائل، وكأنه لم ينفق شيئا في السرف وفي غير فائدة، لا يتذكر إلا ما أنفق لوجه الله، وهو الذي لم يضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبحت شاة في بيته فجاء إلى عائشة فقال ما بقي عندكم من شاتكم، قالت بقي كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها، فهي كلها بقيت لأنها ذهبت في وجه البر إلى الله سبحانه وتعالى، والذي لم يذهب منها في وجه البر هو الكتف التي بقيت عندهم. كذلك في معاملة الناس دائما يجد الإنسان نفسه حريصا على أن يكون الناس جميعا يحترمونه ويقدرونه ولا يواجهونه بأية كلمة يكرهها
ويؤدون إليه كل الحقوق، ومع هذا لا يجد نفسه أيضا حريصة على أن يكون هو في التعامل مع الآخرين على ذلك المستوى، لا يواجههم بما يكرهون ويحب لهم ما يحب لنفسه. إذا عرف الإنسان هذا عرف أن نفسه عدو له، لأنها تريد منه أن يكون مطففا، وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن من عداوة النفس للإنسان أنها تشغله بطول الأمل، إذا مرض الإنسان أي مرض، اشتكى من نزلة أو زكام أو صداع، رأى ذلك أمرا عظيما واشتكى منه كأنه ما عوفي، أين النعم التي كنت فيها؟ هذا مجرد تذكير من الله يذكرك بنعمته عليك، سحب جزءا يسيرا من نعمته التي أنعم بها عليك وقد كانت عارية لديك، فأنت عندما كنت ممتعا بالعافية لا تشكو صداعا ولا زكاما ولا نزلة لم تحس بهذه النعمة، ولما سحب الله يسيرا مما أنعم به عليك بدأت تشكو وتتألم وكأنك قوبلت بشيء ما قوبل به أحد. هذا من دليل أن النفس عدو لك. ثم بعد هذا الجبهة الثالثة هي إخوان السوء، فالناس الذين تخالطهم منهم من هو بمثابة الغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين، يذكرك إذا نسيت وينبهك إذا غفلت ويعلمك إذا جهلت وينصحك ويشير عليك إذا استشرته ويذكرك بمجرد رؤيته، فمجرد رؤيته تذكر بالله سبحانه وتعالى لأنه ملتزم بأوامره مجتنب لنواهيه. فهذا النوع من الناس هو بمثابة الغذاء لا تستغني عنه أبدا، وقد أمرنا الله تعالى بمجالسة هؤلاء والصبر عليهم، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلهذا لا شك أن هذا النوع من الناس يحتاج الإنسان إلى مجالستهم، فإنهم يرتفعون به فيرفعون مستواه، يزيدون إيمانه ويزيدون عقله ويزيدون علمه وثقافته، وينبهونه إلى كثير مما كان محجوبا عنه، فيحتاج الإنسان إلى مجالستهم دائما. والنوع الثاني هم بمثابة الدواء، يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، فهذا النوع من الناس هم الذين يعينون الإنسان في أمور دنياه، إذا افتقر إلى أمر دنيوي وجد دعمهم ومساعدتهم، لكن ينبغي أن يتقلل منهم وأن يتزهد عما في أيديهم، فهم بمثابة الدواء. والإعلان العالمي للدواء كتب فيه إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. فكذلك أخوك الذي يعينك على أمور الدنيا ينبغي أن تتقلل منه وأن تتزهد عما في يده، وأن لا ترفع إليه شيئا من حوائجك إلا عند الضرورة القصوى، فإنك إن رفعت حوائجك إلى المخلوقين أظهرت فقرك إليهم، وإن رفعتها إلى الله أظهرت فقرك إليه، والبون شاسع بين الجانبين. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وهو الكريم الودود وهو ذو الفضل المجيد، والمخلوق عاجز ضعيف فقير بخيل. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقد قال الحكيم: ما لي أذل لمخلوق على طمع هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني. فقطعة من غليظ الخبز تشبعني وقطرة من نمير الماء تسقيني
وقطعة من غليظ الصوف تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. وقال الآخر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول المكودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. كذلك فإن القسم الثالث من الناس هم الذين لا يعينونك على أمور الدين ولا يعينونك على أمور الدنيا، ينقلون إليك العدوى بالفيروسات الإيمانية الضارة، يسمعونك الكلام الذي لا خير فيه، ويورونك الأفعال التي لا خير فيها، وينقلون إليك الأخلاق التي لا خير فيها، فأنت معهم في ضرر مستمر. وهذا النوع من الناس هم بمثابة الداء يتألم به الإنسان برهة من الزمن وليس له دواء إلا المزايدة والانفصال. وهذا النوع من الناس هم أعداء للإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا النوع من الناس مخالطتهم ضرر ماحق بالإنسان وجبهة مفتوحة عليه تفسد عليه عمره وتفسد عليه تفكيره وتفسد عليه تدبيره وتفسد عليه معاشه وتفسد عليه تصوره وعلمه، فلا بد من محاولة التخلص من هذا النوع من الناس بالكلية. والجبهة الرابعة من هذه الجبهات هي جبهة هذه الحياة الدنيا نفسها، فهذه الدار دار الغرور، وكل ما فيها من الزخارف والشهوات مؤقت يعجب بها الإنسان في وقت من الأوقات، ولكنه بمرور الأيام والليالي عليها تصبح قذا في عينه وقذارة لديه ولا بد أن ترمى في القمامة. ولذلك أحسن ما في الأرض من الخلائق البشر، وإذا كان الإنسان يعجبك جماله وشكله فأعطه مهلة من الزمن، فإذا أتيته وهو على فراشه بعد أن بلغ من الكبر عتيا فستظنه إنسانا آخر غير الإنسان الأول الذي كان معروفا بالجمال والصيت والحسن، تغير شكله بالكلية وأصبح الناس يقذرونه حتى أقرب الناس إليه أولاده وأهل بيته يتأذون به. وإذا قدر أنه مات قبل ذلك فهل يسرك أن تراه بعد سبع ليال تحت الأرض في القبر، أن ينبش فترى جثته بعد أن أكل الدود عينيه ومحاسنه؟ إن هذا هو شأن هذه الحياة الدنيا كلها، ما يتنافس الناس فيه من الأموال والزخارف كله مآله إلى القمامة. أعظم المباني وأحسنها تهدم وتنقل أنقاضها إلى القمامة، أحسن السيارات وأفرهها وأغلاها بعد مدة تجدها مرمية في القمامة، أحسن الملابس والفرش بعد مدة تجدها مرمية في القمامة، أغلى شيء في الدنيا من التجارات تجده مرمية في القمامة. ولو أراد الإنسان العبرة والاتعاظ فوقف على الشارع هنا ورأى القمامات وليست رؤيتها شاقة لأنها منتثرة في كل مكان، فلو رآها الإنسان